تحني على طول يمكن. يعني انا كثير بهمني اعرف تقولي لي قد ايه صار له صدرك هيك، واذا بعده عم يكبر. ما عم يكبر منه عارف. كثير منيح كثير منيح. طيب هلا بدنا نعمل فحص ونشوف نحن اول شيء، وبعدين نرجع نحكي. بعد الفحص اللي عملناه تبين انه فعلا سنتيا هي مثاليه، يعني هي ممكن تستفيد من هالعمليه من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الجسديه. اما المحطه الثانيه فكانت عياده دكتور توني ابي عبود. سنتيا جلسه كتافي، شفتي كيف صاروا على الوزن؟ ما بقى عندك البوستور المضبوطه، بدك تجلسي حالك لانه بعد شوي بعد العمليه رح تحسي انه في شيء تغير، بدك تعملي اكزرسيس ترجعي تجلسي حالك مضبوط. وهيك تقدر اخذ القياسات مضبوط. دائما ناخذ القياس من العظمه هون لحد الحلمه، نشوف اذا الميلتين مثل بعضهم. عندك جهه اليمين شوي اجتى اكثر، بدها تنشال اكثر وبده ينشال منها اكثر لانه فيها وزن اكثر. جراحات اجباري يصيروا بينعملوا بطريقه تجميليه، بينعملوا بمحلات ما يبينوا اذا كنت لابسه شو ما كنت لابسه مستقبلا، بس بيضلوا عندك وتدريجيا بخفوا تيصيروا اذا بدك شبه مختفيين بس موجودين. يعني اذا الجلد لحمت مزبوط جرحك بريسك ما بيبين. اوكي؟ فاذا مجبورين بهالثلاث جراحات لانه صدري كثير كبير وقاشط. لو كان اصغر واقل هبوط كنا بنقدر نخفف من هالجراحات هيدي اللي عندك. اما بالنسبه لقلب الصدر فشو ما كان الجرح الصدر بينشغل بنفس الطريقه. يعني ما تعتلي هم انه في جراحات اكبر يعني اشتغل لي اكثر، لا. حالتك تستوجب نشيل على القليله 500 جرام ل 700 جرام من هالميل، 500 ل 600 جرام من هالميل يمكن اكثر. اوكي؟ كحجم رح يصير عندك حجم كثير مقبول. يعني قديش انت بتلبسي هلا؟ 100 تقريبا. 100 رح تصيري اكيد بال 80. قديش بونين بتلبسي؟ دي او او؟ دبل دي. رح تصيري سي او حتى بي، يعني كله بيتوقف شو بيطلع قدامنا، دهن او غده او قدام نشيل او قد ايه انت رغبتك انه تصير. مشكلتها لسنتيا هي بكبر صدرها وبوزنه الثقيل. يعني بتعرفوا انه الصدر نوعين، في يكون مكون من دهن وفي يكون مكون من غده. لما الغده بتطغى على الدهن بيكون وزنه كثير للصدر. فمع النمو بتوصل لمرحله انه الصدر بيشكل ثقل على سلسله الظهر وعلى الكتاف، ببين مع العمر تدريجيا. فبما انه سنتيا بتعاني من هالمشكله فرح نبلش لها العمليه عبكير لما تتفاقم هالقصه معها. قصتنا الليلة الثانية كمان بتحكي عن دور الإرادة الذاتية بتخطي الصعوبات، بس وضع زلفة كان مختلف، شكلها تغير كتير بعد ما خضعت لعملية ربط المعدة. هدف زلفة الدايم كان توفير أكبر مبلغ بمكنها من إجراء عملية شد جديدة، وكل ما كان الوقت عم بمر كانت عم بتسابق الزمن لتصحيح الشوائب بجسمها. إلي 28 سنة مجوزة، عندي بنت عمرها 26 سنة. وصلت لوزن من شي 5 سنين 130 كيلو، صار عندي عقدة من النصاح. يعني وين ما أبرم ما لقي تياب، كيف ما هيك يعني حتى المحل اللي بشتغل فيه يعني فتنا بمشروع نعمل قياسات كبيرة كرمال يعني تكون أنا مرتاحة وكل هالناصحين يقدروا يلبسوا. وصلت لمرحلة حسيت انه خلص شي ما بقى ينطاق، صار عندي سكري، صرت ما اقدر نام بالليل على طول قلق اذا بدي ابرم بالتخت يكون عندي كثير ازعاج. يعني جربت ما خليت حكيم رجيم، وين ما يقولوا لي في حكيم رجيم دغري روح. شهر اثنين ثلاثة نرجع للشوكولا وللحلو ولهيك، لا حتى نهار هيك طلعت براسي وقلت بدي اروح حط القنوه. رحت عملت عملية القنوه بفترة شي سنة وشهر، يعني كتير انبسطت اني نزلت وزن 65 كيلو. بس شو ال 65 كيلو؟ يعني ما عندي وقت اعمل سبور، ما عندي وقت
لحالي لأني كل نهار بشتغل، صار لازم إنه ال 65 كيلو راحوا، صار في دهن مشطشط، صار في جسم غلط. يعني قبل وقت كنت ناصحة كنت ما أفكر نهار وقف على المراية، وقت ضعفت صرت كل يوم وقف على المراية حس حالي غلط، وجهي كتير بشع، ما تنزل زبوني على المحل إلا ما تقول إف كيف صرتي أنت وناصحة أحلى، كتير ضعفتي. يعني جربت مرة على مرة حط فات بس ما يمشي الحال، بعد فترة يدوبه. لا يعني كان عندي حلم أني صير إنسانة تاني. أوكي ضعفت هذا حققته، بس كمان كان بدي أني زبط وجهي، زبط حالي، يعني لأنه حسيت حالي بالضعف اللي ضعفته نفسيتي صغرت. كان قبل حس حالي كأني وحدة كبيرة، هملت حالي يعني على طول محل بشتغل فيه في قياسات كبيرة البس وامشي، ما عندي مشكلة. كان رح اوصل كنت لل 200 كيلو ما كان عندي مشكلة اني عم بلبس بونتاكور، عم بلبس قميص، عم بلبس هيك. لا حسيت هلا لا لازم كون ما بعرف، يمكن بدي غمض عيني نام وقوم لقي حالي وحدة تانية عبالي. كنت ماشي بدك تقولي بلوك كبير 130 كيلو بسوق بينزل على شغله وبفل من شغله عادي، يعني حتى ما كان في حياة مع أصحابي، ما انبسط أظهر، ما انبسط روح استحي أيام. هلأ لا صرت بحس حالي وحدة تاني، بحب اشتري تياب، بحب ألبس، بس بعد في هيك من هون لهون زعجيني جدا، عطول بخمنوني مريضة، عطول بيقولوا لي بكي شي، يعني تعبانة من شي، بضل تعبانة. يعني عم ببين التعب أكتر. قبل كنت ناصحة كان عندي قوة أكتر، كان في نشاط أكتر، كنت حس هلأ بحسهم كلهم بينعكسوا على وجهي. يعني كتير انبسطت وقت اللي عرفت رح أعمل وجهي، لأنه كان حلمي، والإنسان إذا بحقق حلمه أكيد رح يكون كتير مبسوط مش شوي. بعد الفاصل رح تدخل كاميرتنا غرفة العمليات. بعد الفاصل. مش خايفة هلأ بركة توسع عودة العمليات؟ لأني قد ما عملت إشي وصلت لمرحلة ستوب ما بقى فيي أعمل. بعد زيارة الأطباء توجهت سينتيا لمستشفى جبل لبنان، ومثل العادة كان الشعور اللي بيسبق دخول غرفة العمليات ممزوج بالقلق والخوف والحماس. حاضرة؟ جاهزة؟ في شي حرارة؟ في شي حاسة بضغطي؟ شو بدك تقولي لي على ما تنزلي؟ بدي ما في شي معين، يطلع حلو، يطلع حلو وما يضايقني ومثل بعض مش كل واحد شي بده؟ لا طيب. مش كتير صغير ولا كتير كبير، وسط. تصيري تلبسي مايو وتلبسي الانجلي مثل ما بدك ويطلع حلو. بلشتي تتعودي على فكرة تجليس الكتاف؟ ايه شو؟ بس بتفرجك شغلة إذا بتخرج. شو؟ جبت لك صور كيف يعني وات بدك تصيري سوداء؟ هودي اللي كانوا يقهروها. هيدا بشوف شي هيك. هيك بتحبي تكون؟ ايه أو أكبر شوي. ايه بده يطلع أكبر شوي من هيك، عرفتي؟ لأنه عاد كتافي أكثر. ايه لأنه عاد كتافيك والحوض تبعك. هلا على كل حال رح ناخذ القياسات. يا
رسمي؟ لكن بشوفك تحت، يلا هلا بحضروك شوي، 10 دقايق بتكوني تحت، بتبلشي البنج وبنرى. عندك 3 ساعات وشوي، وإن شاء الله بتكوني منيحة. ميرسي. يلا، سلامتها. ميرسي حكيم. مبسوطة إنه بتعملها، بحس إنه كل شيء رح يصير منيح بعدين. مش خايفة هلا بركت وصاعي وقت العمليات، بعدني حاسة إنه كل شيء طبيعي. تلفن لي امبارح بيي هو مسافر، قال لي إنه خيفاني ما تخافي أنا برجع بدق لك، وكل شوي بدق لك وشوف كيف صرتي وهيك. الحمد لله على السلامة، خلصت عمليتك، بتجنن انت، اوكي؟ كله كثير منيح، مرتاحة سنتيا؟ برافو. عملية سنتيا أخذت 2.5 ساعات أكثر شوي، بلشنا بالصدر اليمين يلي هو الأكبر، شلنا 900 جرام، رجعنا شلنا 750 جرام الصدر الثاني، اثنيناتهم أكيد بينبعتوا على الزرع، وكل شيء كان مسهل، ووعيت سنتيا ومرتاحة. سنتيا شو كيف البنج كان؟ حسي بوجع شيء؟ خايفه من البنج؟ هيدا انت هيدا هم وراك حي حي ترزق موجوعه شوي يلا هلا شوي شوي بلش يمشي طول الدواء وكل شيء كان منيح هلا بخبرك تفاصيل فوق شو سنتيا؟ الحمد لله على السلامة موجوعة؟ شو بكي؟ ماشي بس هي افتكرتك نايمة لا تقبريني يا ارتاحي ارتاحي خي؟ كان صالك شي جمعة؟ عمليتي كتير حلوة، انت تحت كنت بعدك نعسانة رح تنامي ليلة وحدة بس هيك تكوني مرتاحة ويروح مفعول البنج وتمشي ونتأكد انه كل شيء منيح ونغير لك على الجرح وبتتسهلي يعني. اوكي؟ وبشوفك بعد جمعة. الو. ويا بابا. بونجور. الحمد لله على السلامة يا قلبي. ميرسي. وجوع شيء؟ لا مش كثير شوي. Bonjour. كيفك سنتيا؟ كيفك ماما؟ منيحة؟ صحينا؟ هاي؟ شو؟ حاضرة حالي؟ على السيربريز الحلوة؟ ارتاح ظهرك شوي ولا بعد؟ هاي هاي جود يلا هلا سنتيا جالسة بس قعدتك بدنا نفك البانسمون ونشوف القطب كيف شو بدنا نعمل فيهم طلع الميلتين حلوين اريح دكتور إدوار كان على أتم الاستعداد لاستقبال مريضته. زلفا، هلا مين بده يعرض هالمقاسات الكبيرة؟ ما عاد فينا نعرض بقى هالمقاسات الكبيرة، شو حنعمل بكل هالتيب الكبار؟ شفتي هذا الحلم كان إنه خلص بدل ما نعرض كبير نصير نعرض صغير، كانوا على طول بالأول يقولوا إيش معقولة في إنسانة هالقد بتلبس؟ يعني كنت وقت روح سافر لحتى
تجيب تياب للمحل كون المانوكان طبعا ناصحين. مره حطوا هيك بروجرام صغير من امريكا عم يعرضوا، صاروا يقولوا لي الجيران لازم تروحي لهونيك تعرضي تعملي مثلهم، تعرضي تياب الناصحين. هلا لا هيدا حلمي يعني، تعبت كثير 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 توصلت لهون حقيقة. زلفة أنا دكتور إدوار عبد النور لما حكيني عن الكيس تبعك ما كنت مفكرة إنه بس لح أطلع بالصور لح صدق إنه هيدي زلفة. إيه فيك تقولي كانت الماما تبع زلفة يعني. حتى كل العالم بينصدموا وقت بيشوفوا الصور أو اللي كانوا يعرفوني إنه معقولي في إنسانة بهالإرادة بهالشجاعة يعني. خلص حطيت براسي إنه 130 كيلو كان وزن كتير تقيل، تعبني كتير يعني. هاي دكتور يعني. إدوار عبد النور. هلو دكتور. موجود حكيم. شو حاضر اليوم؟ ايه ان شاء الله اخر المشوار. اخر شيء خلص تعبت تعبت بس حلمي لازم اعمله وقع فيه. عملنا ويجا اليوم لزلفة. عم تخبرني دكتور. فضي وقشرت وعملها منخارة وعيونها. هاي المرحلة اهم شيء لانه اللي بدي ارسمه بدي اعمله بس تصير نايمه ما بقعد اشوف شو بدي اعمل. هذا وجه فاضي ما بقى في دهني. فضي من pardon فضي من هون من دهنته، فضي من هون من دهنته. سوري وفضي من هون. فيك تشوف العظام يعني اللي هن بيعطوا كبر بالعمر. وشوي فضي من هون وعنده هو الزياح وهو الزياح وعنده قشطة. هيدا تلت النصاني تبع الوجه كله قشط لتحت يعني. هيدا بده يطلع من هون لهون. هيدا علامة الجلد اللي هو حقيقي ينشد لفوق مع العضلة اللي تحت. وشوي من الرقبة لأنه بس توطي راسه هيك بتحس إنه جلدته هون كتير رخوي. اوكي بنشوف كيف الخد فضي هون، كم فضي هون الخد. نفس الشيء ما عنده أنجل للحنك هون. هذا كله بده ينشد لفوق اوكي عشان يصير له النتيجة هيك. بعدين بدي أعبيه لدهني هون ودهني هون ودهني هالمنطقة وهالمنطقة ودهني هون ودهني هون عشان يعمل، لأنه مع الوقت كمان بيروح الدهني. يمكن عبيله هي الفسحه اللي هون حتى خفف شوي من هالجبين اللي عنده اللي هو واسع وعنده تعجي هون. بدي اشيل الجفن الفوقاني بس ما فيني ارسمه هلا هون. وطبعا بدي زغل له منخاره ضعفه من هون شوي وزغل كله سوا. pardon اوكي. وكمان ما فيني ارسم بس بدي اكبر لها شوي شفافها خصوصا شفت تحتني. فتحت امك شوي عشان يتبقى مع الوجه لان الوجه حيكبر شوي. كثير مبسوطه اكيد لانه هذا شيء انا بدي اعمله، كنت متمنيه كثير اعمله. واجا حدا انه يساعدني لحتى اعمله لاني قد ما عملت اشياء وصلت لمرحله ستوب ما بقى فيي اعمل. العمليات اللي رح تخضع لزلفة هي شد الوجه، تعبئة الخدين، تجميل الأنف. لزلفة اليوم نسيت وين بلشت. عملنا لها دهنة، شلنا دهنة من ركبها وعبينا لها وجهها دهنة بصندحتها وبخدودها وكل المناطق الفاضية. عملنا لها ليفتنج لخدودها وللأوفال تبع وجهها ولراس الرقبة. عملنا لها عيونها. وكنت مفكر كبر لها الشفاف واعملها منخاره بس اظن الشفافه ما فيني اوصلهم هلا بالنربيش اللي حاطين لها اياه. حاعمله بعدين رح بنج موضعي. ونفس الشيء للمنخار لانه ما بدنا نطول كثير عليها بالعمليه. كل شيء منيح زلفه اوكي؟ فتحي عيوني خذي نفس على مهل شوي شوي زلفه. سافا زلفه؟ ايه برافو فتحي عيونك زلفه.
هاي كيفي؟ منيحة؟ كان حلو. خذي نفس غميق، ابتسمي شوي، ابتسمي شوي، ابتسمي ابتسمي، صفري بتمك، ملي صفارة بتمك. اوكي هلا بتنامي ترتاحي بنشوفك عشية. alright كله حلو. أسبوعات وجهت زلفة لمركز الحزمية الطب العالمي وتحديدا عند دكتور إدوار عبد النور لإجراء آخر عملية وهي ترميم الأنف. لو صايمة صار 24 ساعة. رخش بينك، رخش بينك بليز، رخش بينك. مقص نظيف بليز. عم حط لها الستيرستيب لهدي المنخار قبل ما احط عليه السبلنت، كثير حلو. حلو؟ مش مهم بس يكون حلو، يكون لابق لمنخار لوجهك يا زلفة. بدي احط لك عليه السبلنت بلاستيك يضل على جمعة. انه بجوز موضعي بس ما حسيت كنت كثير معصبه، قلت لك انا ونازله كنت معصبه لانه انا معوده كل عمليات بعملهم بنج عموما. حسيت لا كثير خياريه، ما حسيت ابدا. سلامي كيفك؟ حلو بتطلع بالكيك شو حلو. طلع كثير حلو، حطيت لك بوتوكس فوق هون وهون عشان يروح بقية التجاعيد وخلص. هلا بعد شوي تروح على البيت وهي بتشيليها من بين يوم وبكره بنودي نزل برا وما في فتيل جوا، ما حتكون في شيء لشلك. خير بعد جمعة بنشيل لك البلاستيك. اوكي خلص المشوار. خلص؟ الحمد لله على السلامة. ميرسي. يلا باي. ميرسي حكيم. باي. بعد الفاصل. نهفت على الشخصية، نهفت على الدعاية، نهفت على العيبين، نهفت على النهفة. نهفت عالسياسية، نهفت صبح وعشية، نهفت عالبطارية وعالكهربا سلامات. نورتونا يا حبايب طفوا نور الكهربا. قشرونا الخبزات، شلحونا البيضات، اخدونا المصريات، غلونا المحروقات. البضايا غلوها والضرايب زادوها، سحبوها فوتونا بالحيط. بعد ما تمت العمليات الأساسية بلشت سينتيا وزلفة بتجميل الأسنان.
زارت سنتيا اولا دكتور حبيب ظريفي. نحن هلا رح ننتقل لاخر مرحله تقريبا يلي هي مرحله بدنا نشتغل على اسنان وعلى النير عندك اوكي تنعطيك اللوك الحلو لاسنانك بالليزر تكنولوجي. خلينا ننتقل لجوا تنشوف شو مراحل العلاج تبعولك. مراحل العلاج عندك بتتقسم لثلاث اقسام. اول مرحله هي ليزر كليننج اند بولشينج، يعني بدنا ننظف الاسنان عندك من الجير ورواسب الجير على الاسنان. ثاني مرحله هي ليزر بليتشينج يلي هي تبييض الاسنان يلي هي استاتيك ستيب. تبييض الاسنان بالليزر تكنولوجي كمان تنعطيك الماكسيموم من الليزر سمايل افكت اوكي. ثالث مرحله واللي هي اهم بنظري انه بدنا نشتغل على الجام عندك اللي هي اللثه او النيره. كل العالم في عنده تشات بغمقوا لون النيرة. نحن بالليزر تكنولوجي بدنا نشيل هالتشات تنرجع لون النيرة عندك للونها الطبيعي الأساس أوكي؟ أوكي؟ وهذا كل شيء اللي عم بقولك إياه كله in one session ومن دون أنستيزيا وعلى الليزر تكنولوجي أوكي؟ أما زلفة فاتجهت لعيادة البروفيسور جوي حرب لمعالجة اللثة وترميم الأسنان. زلفة مثل ما شايف هلا فوق عنا جسرين سيراميك قدام بدهم خيار خصوصا أنه النيرة كمان طلعت، وتحت عنا بعد سنين طبيعية ورا على اليمين وعشمين ناقصك سنين وتحت على اليمين وعشمين ناقصك سنين. فرح نغير الصورة فوق ونلبس درسين على اليمين درسين على الشمال ونركب اثنين أباراي فوق وتحت بيفوتوا فيهم بيعملوا كلاك يعني ما بيتحركوا بالتم. لكن رح نبلش مرتجي بأول مرحلة منشيل الصورة ومنحط محلهم الصورة مؤقتة. زلفا هلا بونجور زلفا، اليوم لكن عنا اخر جلسه رح نركب الاباريت اللي فيهم اتاشمون دو بريسيزيون دونك ما فيهم شناق اللي بينو رح نركبون على الصوره اللي عملناها الاباريت بوقت قياسي. ولأن سينتيا معرضة لزيادة الوزن كان من المفترض أن تزور أخصائية التغذية دكتور مايا نبهاني زيدان للحصول على نظام غذائي لتفادي السمنة. أخذت منك معلومات وبحسب هالمعلومات في عندي عدة أشياء بدي أقول لك إياها عن طريق يعني أنا أخذت الأشياء اللي عادة أنت بتاكليها وعلى ضوءها اكتشفت عدة أشياء. أول شيء طريقة أنت اللي عم تاكلي فيها يعني كتير منيحة، في عندك تنوع بالأكل وهو شيء كتير مهم إنه الواحد ينوع بالأكل. بتاكلي سلاد وبتاكلي مأكولات منها كتير دهنية ويعني بالبيت عندكم الطبخ صحي بزيت مش بسمنة يلي هي كمان شغلة كتير مهمة. وزنك مبدئيا منيح، ولكن هلا أنا النصايح اللي بدي أعطيك إياها هي لحتى نحن نتفادى زيادة الوزن. هلا حسب ما أنا شفت مثل ما قلت لك إنه أكثر شيء أنت هي قلة الحركة، يمكن مثل ما فهمت منك أو من والدتك إنه كانت أكثر بسبب إنه صدرك أو من قبل، وهلا بعد العملية ما بقى عندك مشكل، بعتقد صار فيك أكثر تشاركي بالرياضة أو بحركات معينة لحتى نزيد قديش عم يحرق جسمك كمية وحدات حرارية بالنهار. فأنا هلأ رح جرب بس أعطيك يعني عدة نصائح إذا كنت عم تاكلي برا. في عندي مثلا هيدي الورقة، هيدي رح تعطيك فكرة عن كيف تقدر تتجنبي الدهون العالية لما تكوني عم تاكلي بمطعم أو بحيالة محل برا البيت.
سينثيا أنا بس بدي يعني بالنهاية شدد إنه أنت بعمر هلأ كتير دقيق، يعني الهرمونات كلها عم تتغير بجسمك وفي عندك وقت يلي هو ممكن أن تكوني قابل الجسم للنصاحة، خصوصة بطبيعة المأكولات يلي بتاكليها أو بتستهلكيها، وهيدا الشيء إذا صار في نصاحة بهالوقت ممكن كتير يأثر على الصحة بعدين عند الكبر. يعني ممكن هلا بهالوقت تحسي حالك أنت أنه ما عم تعاني من شيء، ولكن فجأة إذا صار فيها زيادة الوزن بعدين بعمر العشرينات أو الثلاثينات ممكن يظهر أشياء مثل سكري لا سمح الله، أمراض قلب إلى آخره. يعني بتمنى عليك أنه كتير تنتبهي على نصائح اللي أنا عطيتك إياها وتجربي أنك تطبقيها بحياتك اليومية. بعد كل العمليات اللي خضعت لها سينثيا وزلفة، الحلقة ما بتخلص إلا مع لمسات السيدة ليلى عبيد. سينثيا، أنا بدي أهتم شوي قوي شعرك أكتر، رح نشتغل على علاجي قوي الشعر، رح نغير لون الشعر لحتى دايماً لما بيكون الشعر فاتح ببين الشعر أخف، منا نعطيه وارم أكتر ليكون ألوانك أدفى، منا نترك حاجبك على طبيعته لعمرك الفتي لحتى نستفيد إنه عنا حواجب طبيعية، لعلمي كيف تنظفي بشرتك بالبيت، ولح يكون عنا علاج كتير بسيط للشيء اللي انتي اللي عم يزعجيك اللي هو البلاك هيدز اللي موجودين عند الأنف، وشي كيف انتي تنظفي جلدتك وتحافظي عليها لكل ما نكبر يبقى عنا بشرة صفية مثل ما عم شوف بشرتك. بشرتك كتير مرتاحة، لكن عنا مشكلة للمستقبل رح نعاني منها، التجاعيد البسيطة اللي عم يبينه حول الفم هي سببها الجفاف. بديك تنتبهي لأنك دايما ترطبي بشرتك وتحميها لحتى ما يزيدوا للمستقبل. زلفة، أنا أكيد شكل التم من بعد ما يخلص أسنانك رح يتحسن كتير، بس لأنه عنا شوي هالميلة أعلى من هالميلة رح نحسنها بالتتواج، نرفع الشفة من هالميلة تصير بمستوى الجهة التانية حتى بس تبتسمي يكونوا عندهم زيت الاتجاه. تتواج حواجبك كتير تعبين لأنه عنا لون مش منسق مع لون شعرك، أكيد رح نغير نحن لون شعرك، لكن حتى الشيب حتى الشكل بدي أعليه أكثر لأنه عنا مساحة بالوجه ما بين جبينك والحاجب واسعة وعالية، نقدر أنه نرفع العين أكثر. كان من المفترض أنه يعلولك حاجبك أكثر بأول رسمة كانت للتتواج، لكن مع هيدا وكله رح نوجد الحل كيف نعليها أكثر شوي. وجهك في كلف، من نعالج الكلف، من نعالج منطقة حول العينين، ورح يكون عنا شي مرتين بالأسبوع لحتى نأكد إنه ضوي الوجه مع الأدوية اللي أنت رح تستخدميها بالبيت. منبلش سوا زلفة.
بدي اظهر شوي من الاحمر، بدي خفف له الاحمر لانه بالنسبه للون عيونها مثل ما عم نشوف لونه لون عسلي. نعم هيك فينا نعطيها العسل الفاتح وممكن نعمل لها لون ثاني معه يكون ويفري اكثر شوي. ويفري شوي عرفتي، بنخفف لها من قويه الحمار اللي عندها. سينتيا بتلاحظ سمير شعراتها شوي خفيف من هون، وبتعرف لعمرها بعدها بنت 16 سنه، بحس وكانه الهايلايت على بكير يمكن يتعب لها شعرها اكثر. يا هل ترى انت بتشوف طريقه انه يبين شعرها اعبى وضله محافظ على صحته وبزيت الوقت يعطيها شيء رحله يمكن فادر شوي على كعب الشعر؟ ما بعرف شو بتشوف. يعني هلا انا بالنسبه لها اول شيء شعرها لونه كثير الباز حلو، ممكن نعمل لها لونين مهضومين وما نعلقها بشيء اسمه تنتور لانه اول شيء عمرها صغير، ثاني شيء وجهها شوي اوفال، ممكن نعمل لها قصه تبرم لها وجهها شوي وتحسسها بالريحه اكثر. بعد الفاصل. هلا كثير مرتاحة، ظهري مرتاح، رقبتي مرتاحة، صار فيني أعمل اللي بدي إياه حاسة. صرت كيف ما بتضيع عيني بتلاقيني واقفة على المراية لأني كثير مبسوطة. سينتيا وزلفا قدموا كل التحضيرات وهلا رح نرحب بسينتيا ونلمس عن قريب كل التغييرات الجديده. بتمثل الجيل الطالع يلي بيلجأ لعمليات تجميل. هلأ سينتيا كان عندها عاملين، العامل الأول هو ترميمة يلي كان نتيجة الوزن الزايد بصدرها أدى إلى إزعاج بأوجاع بالظهر وبسنسة ظهرها، استوجبوا عمليتها لتصغير الثدي. والسبب الثاني أكيد تجميلي، لأنه سينتيا قدام المراية كانت تشوف حالها غلط من ناحية كبر صدرها وحبت انه صدرها يكون صغير، فلتحقيق هالهدفين كانت عملية سينتيا. وهالشي بدل انه عمليات تجميل ما لها عمر، بتبلش من الصبا لتصير باخر العمر وكل وقت له عمليته. المميز عن سينتيا هو عمرها، هي اصغر باسيون بالبروجرام. المميز كمان هو شعورها بالمسؤوليه وتصميمها العالي يلي خلوها تنفذ حرفيا تقريبا كل شيء طلبناه منها، وكانت كثير حابه انه تاخذ نتيجه كثير عاليه بضحكتها. وهي بتعتبر انه الانترودكسيون تبع الشخص هو ابتسامته، ومنشان هيك كانت حابه انه تاخذ كثير نتيجه حلوه بابتسامتها، وهذا الشيء اللي صار معنا. سينثيا كانت كتير متجاوبة مع كل النصايح اللي أنا عطيتها إياها،
انا جربت انه يكون مش بس اشياء معلوماتيه اعطيها اياها، بس بنفس الوقت اشياء فيها تستعملها بحياتها اليوميه. فلازم كثير يكون المراهق بيعرف كيف ينقي اكله لحتى يحافظ على وزنه، لحتى يضل عنده نشاط ويضل يقدر يكفي بحياته بالمدرسه ومع اصحابه بطريقه صحيه وسليمه. سينتيا اصغر منتسبه لبرنامج بيوتي كلينيك، قدر هالبرنامج يخلصك من المشكلة اللي كنتي عم تعيني منها. بحب وصيكي يا سينتيا إنه الحياة مهمة كتير كيف نحنا منتقبلها. لما بكرة بس تكبري شوي وريشة الزمن ترسم خطوط بسيطة على وجهك إنك تعتبريها نضج، لأن هيدا بيكون هون هالمرحلة هي الجمال. يعني بالوقت القصير اللي مرق حسيت سينتيا تغيرت لهلأ نيشي 100 درجة. بعد عندها أكيد يعني إشياء لقدام، بس أول شيء حسيتها كتير تفائلت، يعني لدرجة ما حسيت نهار بالوجع، وبلش التغيير. يعني عملنا شغل صغير، اشترينا شغل صغير كانت تاخد معنا أيامات، اشترينا شغلة بثلاث دقايق، وإن شاء الله تكون هيدي أول بادرة خير لإلها تخليها تتفائل لقدام. بعد قبل كنت متضايقة نفسياً وجسدياً، ظهري عم يجعني، ما فيني أعمل اللي بدي إياه، ما كان فيني أظهر وأسهر وهيك. يعني هلأ كتير مرتاحة، ظهري مرتاح، رقبتي مرتاحة، صار فيني أعمل اللي بدي إياه حاسة. وكنت خايفة شوي قبل العملية، بس هلأ كل شي راح. يعني اللي بده تضح ما بقول أح، إنه كان كتير شي منيح لألي وإكسبرينس كتير حلوة. سينتيا صارت راضية عن النتيجة، فهل كمان رح تكون زلفة سعيدة بالتطورات الأخيرة؟ زلفة ما في حدا يحكي عنها بتجنن، كانت كتير 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 ناصحة وغيرت حالها كلها سوا. صار لها كذا شهر تشتغل وجمعت وعملت، وهيدي الفينال هلا أظن كتير مبسوطة وحتشوفوها كتير مرتاحة وغير شخص كليا. أنا ما كنت أعرف زلفة قبل، وقت شفت صورها وقت كانت ناصحة ما عرفتها أبدا. وزلفة إذا الواحد بيطلع منيح بيشوف بعيونها في كتير إرادة، وزلفة هي رسالة. حالة زلفة رسالة، الرسالة هي إنه إذا واحد عنده إرادة وإيمان في يغير شو ما بده بحاله وحواليك. مثل ما شفنا حالة زلفة تقريبا ما كان عندها سنين بتمها، وبوقت كتير قياسي وقد ما هي عندها إرادة كمان قدرنا نعمل كل تمها ونعمل ابتسامة كتير حلوة بوقت قصير كتير. زلفة من بعد ما تحملتي هالدرب الطويل دايما الشمس بترجع بتشرق من جديد. قدر بيوتي كلينيك انه يكمل لك الدرب، لكن المهم يا زلفة انك تسابري، لانه بالمسابره فينا نحافظ على هالورشه الكبيره اللي قمتي فيها. بهنيك زلفة، عانت كثير وبعتقد هلا لقيت النتيجه اللي هي بدها اياها. هلا صارت زلفة اللي كنا نعرفها، لان مرقت بفتره من بعد ما عملت عمليه او ضعفت وعملت العمليه، صار عندها كآبه من حالها. وانا بهنيها انه كتير تعذبت بس لقيت النتيجه اللي هي بدها اياها وبتتمناها. خالتي كانت كتير ناصحه، باخر شيء بطل فيها تتحمل نصحتها. يعني صارت النصاحه تخليها تستحي بحالها، توقف على المرايه تتعجب انه ليه انا هيك. بس عملت العمليات كلها وقتها ضعفت ووجهها تغيرت كتير، يعني من السما للارض صارت انسانه. يعني زلفه اخذناها وجبنا زلفه. بالحقيقه عانيت كتير، يعني مرقت بمرحله كتير صعبه بحياتي، وصلت لمرحله كتير انصحت، عملت انه بلشت اضعف. هلا وقت ضعفت كمان كتير، انا بحب الست اللي بتزبط حالها وبتضل انيقه وبتضل مرتبه، صار عندي هوس انه اوكي انا ضعفت بس في شيء بجسمي بطل عجبني. هون بلشت مع الحكمه كل فتره اعمل عمليه، لو وصلت لمرحله ستوب ما بقى فيي، انهديت من المصاري ومن العمليه. بس كان عندي كتير بعد الحلم الاكبر هي الواجهه، انه ظبط وجهي. بقى وقت اللي صار هلا صرت كيف ما بضع عيني بتلاقيني واقفه على المرايه، لاني كتير مبسوطه. بالنهايه ومن خلال لمسناه بكل حلقه، جراحه جماليه عم تتخطى باحيان كتير هدف تحسين الشكل، فهي صبر وتحدي وقرار جريء، والاهم انها حاجه وحل مش بس خيار. تصبحوا على خير.
أنا